إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحلق السوري صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين أثر لقصة وريي أو موقوفة أو صحيحة صحابي لأورنشي ري أبي سعيد الخدري صحابي قاس وحييري من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين بيت العتيق. وحيل قفك سورة الكهف آخر يوم ما لنت جمعها إلى هاي سبحانه وتعالى نور يفتيم لك كب الآباء إلا بيت العتيق. بيت العتيق نو حرم كملائكته يكون ضوافته. وقفك سورة الكهف آخر يوم وحمرك لقصه ولي الصحابة إنه نجمع أول بأخر السنة سورة الكهف وأثر صحيح موقوف. لكن إن قم قني وحوي وارمحا إنه لو أمر إنه نجمع أول بسورة الكهف إنه أخرينه محال أرموا سورة البقرة أخرية أما سورة الذاريات أخرية أما الواقعة أخرية أما سورة مريم أخرية محا إنه لو قد يرقى لي إنه أخرين سورة الكهف إلا ضها يحكم كميت إن سورة صوبت كميت إن كتشرة وحكميدة إن سورة الكهف قصص فربضان أفر قصو إن كهد ليسو أفر تاقصو وحن لو قبها يقفكم مسلم كأي مؤمن كأي مؤمن الدعاء إن يلوحان وإنه قصة إلهي القرآن كل شيء قد لو قرآن إلهي إنه قوم شيء شيء كوي يمكن سن إنه رواية أو كرا يداون إنه لكن ماشي حكمة باطلة عبرة بدون لقى قاطو موعظة هي ماشي اللي قدون لقى برتو محاكم إذا مركا قصص ك أنا جان دوني وذا دول مرة كل جود مد بندوني لكن إن سكت هاجو وأن بلتع أنه ما أنت وحكي رفع إذا يسنو وأنا قصة ده جدا بيسا أفرت قصة إن كسو سورة ده كهاد ليسو وقصة نك الله يدا هذا قصة ذو القرنين. ذو القرنين صومالي واحدة نك اللي بدأ جيسلة ومرك الله معين نك اللي بدأ جيسلة لقوا معنايا صببت اللوجو مجع اللوجو بحيين كان عيد قرن ميسو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحيلي كان ناصحا لله نن كان نن إلهي سبحانه وتعالى أجو أيبو أها دتكيس الدعوة دكوف فدية
فضربوه بقرنه فقتلوه كنا سيد دباء إنك قدفتن بد ويدلين قال فأحياه الله ننكي بوهدنا إلهي مرلبات سونو ليسي فناصح قومه غير كيسيبو كن نقضي دات كيسيبو كن نقضي دعوت بو كفي دي وحد فضربوها دنا كونها كلاي كدفتن بد ويدلين فسمي ذو القرنين الى بدنا سونو ليسي ومركاسيي سلطان يا ملك قارك لو واحد كنت المامان ذو القرنين وحا لوغو بخيي لبد قرن القرنية لماذا جيسة أدونك أيو قاري المشرق والمغرب قار وحي إلى هذا نوح حكومي فرس يروم لماذا الدولة دي مركات دي أقو حو قوينة إلا تهمي إلا قوشي يجي سوبر باور لماذا يبو حكومي بي إلى هذا صدح قصو أيو مركة إلى هاي سوقاتي وكل عينينك تأقدم بيسة أيان دونيا إني نبليرتها تابنو إلهي وحي ليسألونك عن ذو القرنين مركو هوري قريش تبا كي يابتاي قرآن كان ونبي قرور روحين أيو هذا كان قروح دا بضان ميلهان لسكود دا بطحي أيوغو أهل البلاغة إيا فصاحة أيوغو لقدم بأيو مركي تما دقا بيضا إيو دعينك عربي دا اللغة دينا أيون ننك النبي صلى الله عليه وسلم قرآن عجيب هذا العجيب الليمي يهودي بيت دونتين يهودي بيتان بل ننك النوغة ورما نبي يسكو الشيء يقال فسألوه عن ثلاث صدح ويدية رجل طاف في الأرض نن أدونك الصومري وننك المركة ذو القرنين إلهي مركة وحي لي يسألونك عن ذو القرنين وحكى ورسنا يا نبي محمد عن ذو القرنين صدح قصو أي مركة إلى هاي صوب بندقة مروا البا إلى هاي وحدة هذا ثم أتبع سببا مركو قصو البرد لما يو ثم أتبع سببا أي كب إلى باقي صديك لا تهرنا أم مقدمة أنه قطة تضمبنا علماء وحدة سبب كان مركة وامحي وحدة هذا وعلمي إلى هاي نكن علمي أي سيي وحسية قوة وحسية أسكر وحسية ميلتري وحسية هوب وحول بنك وسي حتى إذا بلغ بين السدين مركو الله ببورة سو نحتاجي لبضي بورة وح قيمي قوم لا يكادون يفقهون قولا ضد عد أفقرة لا يهي وأف عجيبة كهضلية ذو القرنين وحلقوا يقاني ميال ولو تغو يعد ولو لا دغالمبا افكود اي كل حد جير لكن قلدن عيد اترجمت لا واي قلدي مركم حيدان قالوا يا ذا القرنين ورد القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض لبض الرير ياجوج وماجوج وضد مفسدين ياجوج وماجوجنا وادت كم من الضرية دي النبي آدم عليه الصلاة والسلام وحين نجد وينهن وادت آد أت ربضا ورحمد أي كيرتهاي ومل ولا مل ولا الصوم مرام بأنت جعنت سدا أمريان أبار يبلمبل يبيهوف كجت جيا ترد هذا وحي نوت المام يا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لجسوا وريي حديث القدسي أما حديث كان النبي كسوري إلهي عن ربه في صحيح البخاري ومسلم وحي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أيو أرنا يا آدم فيقول لبيك وسعديك هي إله يوم فيقول بعث النار ضدك أهل النار تأ عذابت الله قلت لك لي صو أروري فيقول وما بعث أهل النار بعث النار ومحيطتك عذابت وقلت رق شيء وايو فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد في الجنة وحيد كن كيبا سقال بقول إيا سقاش أي عذابت اللقلين إيا مدبا كبت بعد إيا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يشيب الصغير فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان الشيب لايك يري المها يربع الريسانية قبل أورك الله هيدا أما وح سدينا وحي أي سدي ويتوريسة وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى صحابة دي مركة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشتد عليهم الأمر ويابين فقال رسول فقالوا يا رسول الله أينا ذاك الرجل ننكبت بادي يوم القيامة كنك كبت بادي إلا كنك بني بكبت بادي النبي يقول ننك سيون قنية ويا إلى أمدي النبي محمد حالي لمركة كنك بقف كبت بادي أمدي مركة ننك سواعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشيرو ورب الشاريس تبويري فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلا يأجوج يأجوج سقال بقول يا سقال يا كن بكم مركا كن عذافت قلبا ميت بايدن عذافت قلبا يبوري النبي صلى الله عليه مركا ترد وضد والا وشددي ضدكي وحي كورا ضدكي ذو القرنين وحي كورا يا ذو القرنين يا ذا القرنين نور بينه وور من عنك ساشرته هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ذو القرنين خرج مكو السنة بي إلهدين وحمك السنة حول مك السنة ويا يأجوج وما أجوج ومفسدون في الأرض لبضى بورد حدودا قلدا يأجوج وما أجوج أنت كسو طلابان أي خيراتك ضدك قاتان لن يردي إنما دي يريراي لن يرد هاي إصلاحا ودنكينا الدفاعنا ويلايان هبلها إنت أقول قروح ذا بدنا ويكسمي ويكسعضانا ويكقاتانا ويكحيستان قار ويدلان رجنا ويدلان مفسدون في الأرض ويلي لكن حكمة دي بلي ما دنت كاسي إيجا وحيدة هذين أن كسينا اللعاجة أضوق ما نجا إلى دنت كا وما نجا علين وأنا عصنيم وأيان ضر إنه ضد دن شعب دن إنه إسكتيريو أو إسكو هلايو قف كله ودبده وجا إيمانيا إنه مشاكل كودة وحلايو وأد بين عصني ما أطعي أد يا أد إنه تسكتيد أما هالنقطة قال أما هالنقطة هيئات خيرية أما هالنقطة أورجانيزيشن نكلة إنه أدوغ أتراهديد هل كسان فردية يوحن سوغية إنتو قف مشاكل كيغا ومشاكل كتشاليادة يبولشادة حلين أيو دي آد بي أحنطي ذو القرنين مركا ضدك الدرس بود دمع إنو برو قال ما مكني فيه ربي خير إلهي وحو إسيي أيا كفضل بدانو كخير بدانو وحا إيشي إسان واتو نبي سليمان مركا بلقيس أي تري هذه يدبان أدرى ياي بالوحي كقصور هلان أوري نجوس والعليان بينو إيجن ناي بالسجى قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون وحور من أنا قال عجز سينسان ما نحول أباهن تو إلى هاي السيء أيك فضل بدن ذو القرنين مركان وحيري فأعينوني بقوة وارئدنكو إعاوية آتوني زبر الحديد زبر الحديد وامحي مركا وبروح حديدة لبدي بوراد أيو ذو القرنين رحمه الله لبدي بوراد لحدودي بكبوحي حديد ضدكي بوي لشقايا أذكرتي سي أمودرن أمو أرنين لعكت إسية ذهبك إسية دائماً تأسية باتروكينا إسية أنا إذن لسيحك إيقا داوضا حدونا مركا إذن كتغو وإذن كاسا إسدبرا ماي إذنك وحوا قبصد أبو يري إذنك هلا إذن كهلو شقيست فأعينوني بقوة والحوقين يقو عاوية وحان إذن درو إذن درو كالصوبحة درسك إن كفا إذن مركا وامحي وحين كفا إذن هلكا هدي أينو دون إنه 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 بولشة الصوماليات إنه إنه بدبادينه وأي ميل قاران
inaynu isku hadlayno educationka systemka ee waddanka jira ma aha, inaynu isku hadlayno caydhan waddankan uu bixiyo ma aha, inaynu isku hadlayno systemka waxaan la yidhaahdo court system ee caruurteena jeelka ku afjeelka ku afuufaya ku ka buuxiyey ma aha. Waxaa loo baahan yahay haddii la doonayo inay jaaliyaddu isku taagto lugaheeda, inay dadka ka mida jaaliyadda ee bulshada inay ayagu soo kacaan ay wax u qabtaan, inay idinku wax qabsataan ayaa loo baahan yahay. Inaad tidhaahdaan sheekh Maxamed Rooble ama sheekh Mustafa ama sheekh Ummal ama sheekh Diril ama sheekh Hebel ayaa noo imanayo, mushaakilkayga xallaynayo, raggan iyo dumarkan isfuraya, indhawo u haya, dhallinyaradan lumay, mid baa loogu yeedhi wax u akhriyo way hagaagi, oo dabadda aynu madad ka dalbanno xal ma aha. Xal ma aha. Xalku waxa weeye inuu idinka yimaado idinka oo la yidhaahdo war maxaa inoo tala ah, maxaa inoo tala. Anigoo garanaya waqtigu inu isgurayo, caruur fara badana meesha joogaan, dumar marwooyina in badan ay meesha fadhiyeen, rag waayeelina meesha ay joogaan, waxaan jecelahay inaan soo gunaanudan dhowr nuqdood ku soo koobo. War maxaa xala? Kow, ta ugu horeysa xalka lagaba maarmaankii waxa weeye alwaxda, inaan la midoobo waa lagama maarmaan. Xal kale ma jiro. Meel kale oo loo laga doonaya xal oo loo odhanayo taasay inoo dhowaa oo aan taahay ma jirto, ama ha noqoto waddankii, ama ha noqoto halkan, ama ha noqoto North America, ama ha noqoto meel walba, innaka oo iskaashanna mooyaane waxba inoo hagaagi maayaan. Carabaha inta badan waan ku soo waan wada tegay, waan soo wada maray, Yurubna waan tegay intooda badan, Maraykankana waan tegay. Soomaalida meel qura ayaan ku arkay dad Soomaaliyeed oo isku duuban, waa dadka inaga jooga Kuwait. Soomaalida Kuwait joogta, intaan anigu soo maray meelaka laga yaaba in wax ka muuqdaan, laakiin dadkaas waa dadka qura ee isku xidhan. Maxaa dhacay marka? Waxaa dhacay inay dowladda Kuwait ay taqdiir siiso, ixtiraam ay siiso mas'alad walo ku saabsan Soomaalida ilaa ama xitaa ajaanibka ilaa Soomaalida lagala tashado qaraar ma gaadhaan. Dowladda Kuwait qaraar ma gaadho, ayagay la tashataa. Qawaaniinta lagu soo dejiya ajaanibkana dowladda Kuwait Soomaalida way ka socda, waxay dhahdaan waa dad ishaysta oo meel ka soo jeeda, waa dowlad qura, waa dowlad qura, waxaana jooga Soomaali aan aad u badnayn. Maxaa inaga jabinaya oo inaga burburinaya waxdadeenna? Waxyaabaha waxaa ka mid a, anigu waxaan la hadlayaa dadkan muslimiinta ee masaajidada jooga ee muxaadaraadka imanaya, waxaan ka hadlayaa arrimaha waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah xisbiyo diiniya oo la galo, anigu waxaan u arkaa inay yihiin arrimo laga wanaagsan inay tahay, in laga wanaagsan yahay. Oo haddaynu noqonno kullu xisbin bimaa ladayhim fariixuun, oo qolo walba inteeda durbaanka u tumato oo tidhaahdo annako magaca nala idhaahda gruubkaasaanu haysana intaasaa noo xaraysan oo madhabkayagu waacankaayo manhajkayagu waacankaaso, de maa anzala allahu biha min sultaan, ilaahayna wuxuu uhi ina haadihi ummatukum ummatan waaxida, tan waa ummad bu waa ummad diini, waa ummad qura. Cumar bin khataabna wuxuu odhan jiray almu'minu daciifun binafsi qawiyun biikhwaani, qofka mu'minkii keligii waa daciif, waa naafto ugu liita, laakiin walaaladii markuu isbarbar taago quwad buu leeyahay. Xadiidka xasankan waxa weeye waxaa nebigu yidhi innamaa ya'kulu dhi'bu min alghanami alqaasiya, durwaagu wuxuu war adhiga ka cunaa halkaa uga baxda, halkaa waxarta halkaa istaagta ama laxda halkaa istaagta ayuu durwaagu la boodaa. Innaku markaa markiyun iskala googoynay oo kala fogfogaanay
عد ولبا عد ولبا أرتوح ورانا يا وا victims ما كندا بل وفير صدى وفير صدى كندا نيمبا دون يا ينوس عائنوك سياسيو قالا وا قال وحدون يا فوتس بدون يا صومالي بو يمي صومالي دي باتريك وانا نكو كوفود غرين مينو عينك سن اوفود غرين انا وايو ما من سن مبادئ ادو وحن بارسنت و خي اوو جواب ما غرانسا هكا ورورين ابو يلي خير هبل بايلا سوده وانين قالو عاد نين قالو عاد هذا و خي رير هبل ايام كنت تلالين اورنيا رير هبل بايجا سو هر جيده ايدنكا يسو راع انك بين لو عياريا هذا وا قال وايو وحي غرتن فكرين يعينك النهاي يم ملها إن لقعنا أيه قرتن مركا أرن ما ينن كان مبدأ ويجس هر كذا هو الصومالي لكن وحيري وحن كتشبين يا ضد كي يجس هر كذا رير هبل بان أرن يا وضد كاسة قلادة سيجس هر كذا يصرع مركا رير هبل مقلان ويصرع يا زي كلام تشرتو كي قال كأها أيه نقول دانسنا يا أوركيس مرك حركات كان أرنيا غير هبل بانهما ونوع من القبيلة وقبيل عصب هل كي واحد يقان غير هبل باتي أن غير هبل باتي أمدق مدى ساتي عن إما كان واحد لن يريدي يود عددي أصوب حي حركات داسان ونهاي حزب داسان ونهاي سيد داسان ونهاي وش قبيل كي يشارك للصوحي لي نبي صلى الله عليه وسلم حويلي تركت فيكم شيئا ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا الله بشبيدن كتغه حدا هيستان بو يري وليين ملميسان كتاب الله وسنتي كتابك الهي ايو سنتينا في حديث حسن حسنه ابن تيميه وحيري عليكم كتاب الله وسنه عترتي سنتينا هي سنه الرير كي غبوري النبي صلى الله عليه وسلم مو أرنين حزبية إيو جروبية إيو مقعية إيو ما أنزل الله بها من سلطان ورمركا هل ليس إلاليو هل ليس إلاليو تكالع وحدد أبا هنطي وحوي قفك مؤمنك وإنو ولالك عسكدا وإن أنو ولالك عسكدا وإنو ولالك عسكدا وإنو إلى هذا لأنتي ميلغاري مايو يقرب معها هل بولها جو معها بقنت شر معها وحوي ورالك وين وتيرني هاي أنا وهم كتير سنة أصلاً كتير سنة تلوب بهني ورا الله وتع قودنا وتع إنك أنا واحد لوب بهني individuals مرك شخص تمادو إنه لن يمادو مبدأ قوية أو تاجن أو قصة ليسن كتاب الله وسنة رسوله نبيك صلى الله عليه وسلم حجري المؤمن القوي مو أرن هذا ضد فربضاً مسلمين تمو أرن وحولي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير مؤمن كقوي قا أيو إلى هاي شعلي هاي وآن أسوأ لويستا مؤمن كمركا مؤمن حوق مرقية ووين الدبية معها مؤمن كقوي وحوي ومؤمن مبدأ له ومؤمن فكرة له ومؤمن كلمة له ومؤمن جديسن ومؤمن طريق مرة تاسوامد الوحدة طلباتنا وحوية إنكو وحكو قفصن كرا والله الله عليكم الله الله ورلن يرد هنلو إلاليو ورلن يرد هنلو بدباديو ورلن يرد يان لدلنن تتكن ميشة شوغا ودرواح ويي وإلمها الدبدة لكتلها تورتد ويلبو ديان وعرورتين إلى شنو عرورتنا وعرور أيجي وحي أبا هاي وح مشقولية إنك سيدي نرو سوكريي إنك وحي نرو سوكريي وحي نرو سوكري سي بلشدة يعني هدي إلمها الصوماليات أنا قوي ير يعني تصاري زو قادنا أنا قوي ير أيام العامد ديبان أيان شري ودم علي ما نبيك كجراع يمد وتكرته ما علي ولا تكلهدي ما علي وصو جراع يا مركم ما علي بان شري
macalinkiiba laba kabiir buu ii soo diro, waa laysoo qabtay, wuu i karbaashay, si wanaagsan buu i karbaashay. Anigoo ooyaya ayaa dhexda nin baa igula kulmay, war maxaa kugu dhacay? Macalinkii baa i karbaashay. Oo maxaad samaysay? Imuu odhanine asna wuu i karbaashay. Macalinkii chudhiyu yacni wuxuu siiyey inuu macalinkani sax yahay, anigu qaldanahay, inuu macalinkani uu sax yahay oo anigu qaldanahay ayaa u qiran, ayaa u cadalka u taallaa. Gurigii baan imi, hooyaday baan ku soo cararay, war maxaa dhacay? Macalinkii baa dilay. Ayaduna way dishay, lama weydiinayo maxaa kuu dilay. Marka inaad bulshadii baa ayaa ku korinaysay wadankeenni halkan. Laakiin ilmihii waxaa lagu qulaaminayaa, oo maalin walba subax walba lagu qulaaminayaa, yaa ku soo maagay? Maxaa lagugu yidhi? Maxaa lagu siiyey? Ilmihii waa ilmo yar, caqligiiba markaa laga doorayaa. Ilmihiioo nasakhan oo asagu isu haysta inaana cidi la hadli karin oo atoora yara, ayaa adna markaa doonaysa inaad dirbaaxdid ama aad kabaysid ama aad guriga ka saartid. Caruurtii markaa waxay u baahan tahay inaa isluub islaamiya lagu soo dhoweysto caruurtii. Ayagu they wanna have fun, waxay doonaya they wanna enjoy themselves. Marka qofkan siinaya ee waxaan entertainmentna ayaga in u soo bandhigaya ayaa raacayaan. Qolaa jirta meel yar baa la yidhaahdaa xaafadda iyada naga yara fog, waxaa la yidhaahdaa Thorncliffe. Mantiqadda boqolkiiba sagaashan waa muslimiin, businessku waa muslimiin, dukaamada waaweyn xitaa gaaladu ay leeyihin wax ka shaqeeya waa muslimiin, waa muslimiin. Buildingka waxa anuku ma lihin idinku afar dabaq baad idinku tuulaa joogtaan moogtay, anaku waxaanu joognaa magaalo. Marka annaka waxaanu tirsannaa boqol iyo labaatan iyo boqol iyo konton dabaq iyo lixdan dabaq iyo xasaan tirsannaa, waa la buuxaa. Waxaa markaa noo yimi dadkan hindi baa u badan iyo Pakistan iyo Bangladesh, waxaa u yimi reero cadcad, reer cad oo dee gaalo ah oo isqaba. Aan sidi malaad ogaan baaba meesha loo dejiy, waa dee xitaa aqal marin kama helisid meesha, laakiin way soo galeen mugti, waa wax la darsay. Raggii maxay sameeyaan? Raggii cadcadda caruurtii muslimiinta ayay ururiyaan, kubad bay ciyaarsiiyaan, pizza ayay siiyaan. Marka kubadda laga yimaado waxaa loo soo qaadaa donuts iyo macmacaan iyo pizza iyo ayaa loo keenaa, iyo fries iyo chips baa loo keenaa. Caruurtii marka maalinta ay ciyaarta leeyihiin ee gaaladan u imanayso, minute ma habsaamayo, minute albaabkuu taagan yahay sida askari, sida guulwada yar halkaasuu taagan yahay, waa diyaar inuu baxo. Markuu tago muslimiin ma arkaan, garoon baa lagu hayaa, muslimku halkaa uu istaagayaa. Ninkan gaal waxba uma sheegayo, muxuu ku beeray? Laakiin wuxuu ku beeray inuu ilmahan yari ninka gaalka jeclaado, uu jeclaaday, tacallaqa bih. Ilmaha gaalka markuu arko, siduu ku arko, wuu ku soo cararaya. Macalinka qur-aanka markuu arkana uu ka cararaya, subxaanallah. Waayo macalinkii homework buu u dirayaa, wuu hiifayaa, wuu dagaalayaa, wuu dilayaa, waxa uu odhanayaa ma samayn kartid, fanki buu ka jarayaa gaalkani. Laakiin ilmihii buu isjeclaysiiyey. Dumarkoodii maxay sameeyaan? Dumarkoodii waxay sameeyaan, dumarkii muslimiinta ahaa ayay shoppingka geeyaan. Hadda qaxoonti maaha dadkani, waa dad in badan deganaa waddanka, shopping bay geeyaan, dumarka bay soo caawiyaan. Oh, we can take you halkaa wacaynka. Dumarkiina xitaa dumarkii muslimiinta ay xijaabna, dumarkii gaalada ay aamina, waqtigu isgurayaaba laygu saddex meerbaaba la siiyey. Ta kale barnaamijkan waxaan jeclaynaa inaan ka wada fadhiisano dhalinyaro ee waddanka jooga, insha allah, bal inaan siira faahfaahino. Ta saddexaad waxa weeye, war ilaahay rag buu inaga dhigay, xoolo iyo laxaadba waynu haynaa, fikr iyo ra'yina inagama maqno, inagama foga. War caruurteena inooga soo saara iskuulladan gaalada ay tagaanoo iskuulo islaamiya u samaysta. Nicmada haysataan haddaan annagu haysanno, wallaahi inaanu qof muslim ku kallahayn iskuul gaaleed.
annaku caruurtayada boqolkiiba boqol annaka ka bixina private school oo islamic school. Dowladdu shilin naguma kabto, bilcags ayadaba naga daba shaqayso oo laabkani ma aha based on the standardka ma aha, in basaskani is not safe, school gymku ma weyna, ayadaba naga daba shaqaysa. Waanu la dagaalanaa haddana idinkana waddankiinu. Waxaan maqlay haddaa iskuul yar furataan dowladdaba boqolkiiba boqol arday walba lacag idinku siinaysa. Waan ogay inuu restriction fara badan inuu jiro, laakiin da u fayta ragbaatiina wax iska celiya, caruurtii nabadbaadsada. Haddii kale wallaahi waxaan lagu soo qulaaminayaa maalin walba way ku ayaan dhow way qaadanaya, wa caruurteena waa koosoda way noo arag egyihiin, way noo saan egyihiin, laakiin da isku mabda iyo isku ra'yi iyo isku fikir manihin manihin. Waayo mushkiladii waxa weeye nin baa soo dhaansanaya maalin walba. Yani sheekh kishk allah yarxamu wuxuu odhan jiray markuu iskuulladan iyo sisam ka hadlayo, wuxuu odhan jiray kal qabri taxufuhu zuhuur wa taxtahu dafanun cafiin. Waa sida wuxuu ihi xabaalo dushana ubax quruxduma lagaga daadiyo, hoostana qurun baa kaga jira. Waa xabaal. Marka iskuulan waa lagu soo qurxinayaa, ilmihii waa lagu soo rarayaa isagoo heeriyeysan, oo kuu ayaad adnaa marka isku dhacaysaan. Ta afaraad aan jecelen in kaga hadlo, war Soomaali baynu nahaye, waynu isnaqaanaaye, aynu mid samayno, aynu businessa gallo, business aynu gallo. Oo waxaa samaysataan waxa la yidhaahdo Somali Business Association of Sweden. Dallaayad samaysta, dallaayadda business Soomaalida oo dhani ha soo dhex galaan, soo hoos galaan. Mushkiladan haysa waxa weeye Islaam baa meel yar fulanayso, laba diric iyo afar googaradeed iyo xabad yaro xijaabe halkan albaab yari soo taagaysa. Mid kadab goday ayaadna ayada intii in leeg soo dhiganaysa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba wuu xalaaleeyey, maxaa inteeda in leeg kugu salliday? Maxaad wax kale u soo dhigan weyday? Maxaad uunsi iyo cadar iyo xawaashi u iibin weyday? Ma naqaano meel baa dircya bay ka furaysaa. Marka haddii aad samaysaan association-ka, waa nidaaminaysaan, waxa ku samaynaysaan war fikrad aynu fakiro, caqli ba ilaahayna siiyey. Hudheel yarba meel laga furaya, afarba ka agfuraya, faa'iido ma leh. Businessku waxa weeye inuu ninkana aflaxo, ninkana aflaxo, ninkana aflaxo. Saddexdaasoo aflaxay baraamijkii dhallinyarada, in bulshada iyo mashaakilkoodii, miisaaniyaddii, ayagii baynu caawinaya. Maahayna inaku isku erino, waxa weeye inaynu afkaar cusub la nimaadno, afkaar cusub inaynu la nimaadno. Saxaabadii nebiga sallallahu calayhi wasallam midii ceel ku dhaami ka shaqaysan jiray, Cali bin Abi Taalib, ceelalka ayuu dumarka u soo dhaamin jiray, intuu de ku tura wadaanta ceelka ayuu usoo islaanta biyo ugu shubi jiray in maqaarkeeda ay sidato. In saxaabi kale waxaabuu doonan jiray, afar saxaabi isma soo agtaagin caaliyo ma odhanaya ceelka baanu ka dhaaminayna annakuna, laguma aqoonin caynka. Waxa weeye ilaahay fikrad buu ina siiyey, caqli buu ina siiyey, diintuna way noo caddaysay caynka loo sameeyo tijaarad iyo business. Taasina waa mid. Ta shanaad, iminka walaalkii Maxamed arrintan uu ka yimi, in uu ka sheegay Soomaaliya oo kaleyo, waa arrin aad iyo aad loogu farxo, aad iyo aad waa loogu farxo in hakan idinku mid la mid ah oo samaysaan. Markay timaado bulshada, mid baan jecelay inaan ku yaro daro oo dhallinyarada ku saabsan, war waxaynu u baahanahay haddaynu jaaliyad Soomaaliyeed aynu nahay, innamadan qaar baa u ammoon oo aad iyo aad ugu haraadan diinta, waa kaxeeya dira bulshadii naas, ama ha noqdo masaajidka, ama badda cas ha noqoto, ama gruub urursada ha noqdo, ama gruubka hadday dhallinyaradu wadaan oo kale. War miya haddaa ilmahan inaa la saddex ama afar caruura inta dirataan oo diinta u go'ay, oo ama Masar geysataan, ama Carabaha geysataan, ama meel kale geysataan,
وصدح أفر سنة علماء دي صوفني أما حتى الصومالية جيستان وصدح أفر سنة أنتو صوهوس فرديو إذن صون نقضة وعروت أفكو دي كل حد ليا ودقن كين لك جرانيا وأنك نبدل وان ولا دالي أنك وانو دالي أنك نبدل وبلشوا ولو كوميونتي ولو با. أنت إنك سمايا أبو هريرة مساج كان شو نبرجي هراء أيان نورك بالكالي عروتيني عروتيني ندى وتقارنا ولي ما عروت قاركود ما أتك هب الله إنك ونك ما تكون أحسن إن جميكنا جميك وصوم مسلمي وسبحان الله نكن وحها شقدي سوحي هيد إنه تتك الله يوم ما هين وح صاحضه شقدي سوحي إنه قفك الله سودل وسودليا وصون قنية وحها كريمنال بوها نكبا مسلمي نكبا يومي حفيز كودي السعيد وحن مغلى إن عروتي ندرسام وان مغ ورب دبانري إم سيد كلفت أبوي لي إن إلما لجوها يوم مصر بنك الدنيا ودرة عربي ولا صبر يا حافظ القرآن بلا قصور لي يا ألف يا باء باء لقصور بلا بيا شيخ بولا فرسان يا صدح فرسان نضاد بشيوح إن كلف الله وبقول الدولار كوميونتي قرط نبو كلف الله وبقول الدولار إن كيف عيدي يركي إنه متى جيانا أنا جاي كحية أنا جاي كحية محمكوري why وحلي because مركن قال أها بويري and two كها and criminal كها I was the best بويري مركن اللي دوين اللي دروا نك خارجي أنا جوا بوري the least أنا النمبرون كها بويري إن عيد لصو دلو إن عيد لصو دعوة إن مل لصو أنا جوا بوهايري مركن مسلمان I wanna be the best I don't wanna be رجل المؤمن بوري I wanna be the best وتجي سبحان الله إمي كمرا صدح السنة دي برضو بكون مقيم صدح السنة ضادي يبر درت بوح بلابة إنه وح ألفه إنه وح براك إمي كصار نقطة إنه بولشدي قعنت كوقفته عرّت هنا يريد المساجد ده فريعة إمي ده بنتو كوفيد يرسل عصاقات يا خميس يركب جابن ولكن صوف فريعة بين سو شيء جيّ وليه حمام برانا يا ماشى كسارة قادرة إنني إنن إسقاب أو يسوع جريسان كهية دير الله بضبع إنن تروح في الصوب برانا إسم إنن كنوا حبوا الصوب برانا يا شن سنة ضد كبعدي وحيدين إيمان يقف داعية وعالمة إنني إنن إسقاب أيدنا هبله بيدين ك ما شاء الله مسؤول القادة سا إنن كنا مسؤول در ليرضوا قاضية وسيمب very easy تشن هذا كسر جنانة يا وحوي وإن وحوض القفص يكمده حالي نوان كله في تعرفك ما أنت نوان كل علينيا ورمشاكلك عروت وحد وليبا لن يرد وحد أقوم مهيمسا قور قور با أقوم مهيمسا قور كاها الله حول يريو هو يوين فربضان هل كان شوغا جزاهم الله خير ويواناك سيهين لكن قار عجيبا شره قار فربضان باشره ويرتي دونك بيع مشتريان وإن أنت أروس كيدي يا مهر كيدي يا فنشان كيدي يا سفر كيدي يا فردي كيدي يا سرير تيدي وحيكلفه يسا كمانكم هم قاربان يبسانيا كمانكم ورقورك هو حول يري نبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد والصحاح والألباني قال من يمن المرأة كبرنا بركات لوحا كم ذبو يري تيسير خطبتها إن إندونيستي دو يد مهر كيدو يو إنه حول يرادان وتيسير مؤونتها وحكب حانا إنه حول يرات وده وح بلا إن عيرو ده أنت لو بهي نقطة إن الدربانة لتم تأيو دك دم إيو عين كا إيو هل بق أفر بقول قف هل عزوم إيو وح الله ما بهنا ورإن كإن أنت الله يسكو أسطرو هل الله حول يرايو إلهينا سبحانه وتعالى تحسن وأيو وبلشده ما ها أيجا وبلشده ومساجد ده ودتك وحبرة عروت معلمين تأ مسؤولية دودة ووالدك مسؤولية دودة وحوية دتك كشقيه سوشيال سيرفيس ومسؤولية دودة أنك ما لبون كشجع تضبط قفبان وسمايني تضبط لأن يرى تضبط دين وأفلحين سبحان الله تضبط دين وحن وسمايني أيجا ويريرو كام عد أنجلين أيوة من إنهم قال بس إذا إن أنت ما أنت شاكت هتنين ما تشعل أي جورية. وات يوم ميران يك يوم ميران.
كيف تعيش بان كل هذا كاسة متشها يرير كارك ما رزق هذا كاسة أنت علي وانكو سوق قبنا يا وانكو أن سوق قبنا كيف أن سوق قبنا وربنا يا دون ستاير بان دوني أيضا وان سوق قبنا خيره بان الله الله وعرفت إنه ويس دوني يعني هلاي سو حول يريه تضبط دي بالله سو جوري وحن كل هالشين لكن إن أنا وضع نورانين إن أنا وضع نورانين إن أنا أوري سجالانين وضروري ويوضع لنيارة ويسكور السدي هدي وضع دقنادان أما إن أنت أوري ستا إن أنت مركة أوري ستا ويس بدل سابا ويس ما قرانا سايدي إلماكو هو لحدي هذا سبحان الله يكو أبوري إموش اللي ماهي استيبل أستقنوا حوالي واروي وارانتا تاني وقد القد أطوري مركب واحد لما أقرأ لبضا إلا أنت سكوت لما يسنسان خيره بقى كلا هي ويكن نهار كم يودا تشوغان ويكن نهار كاسي يودا تشوغر كلا يودا تشوغان لبدي والدنا عروتو دي ويوبد بادي إن عروت إن كيا إن أنتنا ويس أوجينا إن كي سبحان الله وح إن هو البوح النقض مسؤول بقول كي بقول سبحان الله قول كنا هو مسؤولية موكت مسؤول بو النقض قال سيدي لا شرشر يا إيو لو مارك إيو إن وحلي ما دو أبد what the best قال سيدي كورس واي نيو والبوح لي دي حاسبه يقدم بيا والد يحكي لي وردر هربا قدم بيا علمه سايكولوجيكال بابو كوري ان انت وحال لي هي وح ان محيد كافي عاد يسير لك كقرع سين ميسيله عنك الحوض اي عن جيرده اي لو سميه بيرك اي بسشه اي ده صبايه ده اي اسكو دحكرسك وحا برو وي برت ايدنا كبر ديو ديسن ينينك يونينا أي إسكول كده ما يجي تضبطي هبلات تضبطي بقى شو اللي مركزه بحين إسكول دي مدينة شهادة دك ما شقي سنين مدول بواي أوراسته يقولي كبر فرد إلى تضبطي إن أنا وشقيه وهذا الشقالة إما قصدح قارب صدح عرورة مريه صدح عرورة حبي وعي عرورته دي وعي كليه أيق مع عسيد كمايدعين زينة كمايدعين دمبي كمايدعين نظامك لو سميي والنظام اللي يري دارين وحده الزينه ده يا حرامته كجبد بادينو والد كنا عرورتي ده كما وروريو كما وروريو والد كنا وحو جعل يحي انه بين اسو شيغو روايد سو يقول هبلها ما شاء الله ما ان انتيدو ما شاء الله وان الهي سبحانه وتعالى يقوم من يستي او جلبابك مياد اركيني او ما شاء الله هذا جلبابك ميك باو هوس جرا او مركه هلكا تكتب يا حمردي جعس كسينا سايو وابا هورير ما اوغا انت انو اوغو تغني هبلو هبلو اوغو تغني اسكول ان اوغو غلاي ان انت سوماليدو حجابي عبايد لوغو يقانو حدنا من اسكوت خيلانو ميلول بيس كدل دولوليسو هلكا اورديسا كبدن تمهاغا لكن مركا انك انت رادو واي سيشن الحمد لله ويس امينيان مشروع يقول حد يقول ويس كفر بدن هي اسكر لهذا وقت جينا وان انت اللي قلت لك علي وان رافي جزاكم الله خير الهي النبت بادي اجمعين جزاك الله خير جزاء الله سبحانه وتعالى شيخ سويق الهي خير السيو لقنا نبقى فقر وانا ذا السيو لقاس الى السيو لقنا